هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أنا أتوضأ وألبس شرابي ولا أنزعها من رجلي إلا بعدما أصلي بها 5 أوقات، وسؤالي يا شيخ، هل أمسح على رجلي من وراء الجورب إذا توضيت؟ المسح على الخفين أو على الجوارب الساترة يكون على ظاهر الخف أو على ظاهر الجورب، لأن يضع أصابعه مبللة، أصابع يديه مبللة بالماء، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى من رؤوس أصابعها إلى الساقين ظاهرا، لا يمسح الجوانب ولا يمسح الأسفل، هذا هو المشروع. نعم.